إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم ونفسي عن عصيان الله. واعلموا أيها الأحبة في الله أن من المنكرات الشائعة في مجتمعاتنا هذه التمادح وتبادل الثناء، مدح الإنسان في وجهه، وهذا من المنكر الذي لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، مرارا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسبه كذا وكذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم ذلك منه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر الثناء والمدح في وجه الإنسان، اعتبره قطعا لعنق الإنسان، وهذه كناية عن الهلاك المحقق، لأن من قطعت عنقه فقد هلك. قطعت عنق صاحبك أي أوقعته في الهلاك. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة: إذا كان واحد منا يريد أن يمدح إنسانا ما فليقل: إني أحسبه كذا وكذا، أظنه كذا وكذا، أعتقد فيه كذا وكذا، لأن ليس عندك حقيقة، ليس لك إلا الظاهر، أما الباطن فلا علم لك به. والشهادة والثناء على الظاهر تنبني على الباطن، ولهذا لا تقطع الثناء ولا تجزم، لا تقل فلان هو كذا وكذا، فلان كذا وكذا، لكن قل: أحسبه، أظنه، أعتقد فيه. نعم، تحدث عما تظن وتعتقد، ظنك واعتقادك. فليقل: إني أحسبه كذا وكذا، ولا أزكي على الله أحدا. نعم، إشارة إلى علة النهي،
لماذا؟ لأنه لا يجوز لأحد أن يمدح أحدا على الله، تثني أحدا على الله تبارك وتعالى، تزكي أحدا لله تبارك وتعالى، هو أعلم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي ولا تقطع التزكية والثناء، بل قل إني أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك جملة في غاية الأهمية: إن كان يعلم ذلك منه، إن كنت تعلم ما تقوله من الصفات الجميلة في هذا الإنسان، تعلم أنه موصوف بهذه الصفة، أما إن كنت لا تعلم فهو كذب، تصفه بما ليس فيه، تثني عليه بما ليس هو فيه، هذا كذب، وتعلم أنك تكذب، والكذب من أكبر الكبائر. إن كنت تعلم أنه حقا موصوف بهذه الصفة فلتقل أحسبه، أظن فيه، أعتقد فيه، لكن لا تجزم. هذا أدب، تأدب مع الله تبارك وتعالى، تأدب مع الله. ولهذا نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أرشد الصحابة إلى زجر المداحين، وامتثل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك في حياتهم. فقد جاء في مسند أحمد وغيره عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا أثنى على ابن عمر، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، فجعل ابن عمر يحثو في وجهه التراب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: احثوا في وجوه المداحين التراب. وجاء في مسند أحمد وغيره أيضا أن سعيد بن العاص بعث وفدا من العراق إلى عثمان بن عفان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحد الخلفاء الأربعة والرجل الذي كانت تستحي منه الملائكة، بعث إليه وفدا، فقدم الوفد على عثمان فجعلوا يثنون عليه، وكان في المجلس المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجعل المقداد يحثو في وجوه الوفد المداحين التراب، فقال له عثمان: ما شأنك يا مقداد؟ فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحثو التراب في وجوه المداحين. ماذا يقول عثمان بعد ذلك؟ سكت، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد يجهل الواحد منهم المسألة، قد تخفى عليه السنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ذكرت له هذه السنة خلاص يقف، لا يجادل، لا ينازع، لا يعاند. يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحثو التراب في وجوه المداحين. كان في المجلس أيضا الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال الزبير: قد قضى المقداد ما كان عليه، قضى الواجب، قضى المسؤولية التي كانت عليه. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف ما هو منتشر فينا اليوم في الحفلات، في المناسبات، في الجلسات والاجتماعات، عبر القنوات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجد الواحد منا يكيل المدائح لغيره،
وقد تكون هذه المدائح كذبا، وهو يعلم أنه يكذب، يصفه بما ليس فيه. هذا أمر لا ينبغي أحبته في الله، لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرضى للصحابة أن يمدحوه المدح الذي يستحقه فعلا، يمدحوه في وجهه. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم، جاءه قوم فأثنوا عليه، قالوا أنت سيدنا، فقال السيد الله، فقالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس لا يستهوينكم الشيطان، وفي رواية لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بعد قولكم، قولوا عبد الله ورسوله فإنما أنا عبد الله ورسوله. وفي بعض روايات الحديث قالوا أنت سيدنا، فقال السيد الله، فقال أنت، فقالوا أنت خيرنا وابن خيرنا، وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله، والله لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. الله أكبر، أليس سيدا؟ حقا هو سيد البشر، هو سيد بني آدم ولا فخر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وهو خيرنا ولا شك في ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد الأمة في ترك التمادح، خاصة إذا كان في الوجه، في وجه الإنسان، لأن ذلك يؤدي إلى مفاسد. إذا كان هذا هو شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم فكيف بنا؟ كيف بنا؟ الواحد منا ينتحل صفات ليست له، بل يوالي ويعادي على هذه الألقاب، ألقاب كاذبة، يسمي نفسه سيدا ويقول من الناس، يريد من الناس أن يقول له سيد، وليس له من السؤدد شيء، ينتحل لقبا، ينتحل اسما، ينتحل صفة. تسمع ألقاب عسكرية، ألقاب رئاسية، ألقاب علمية، ليس لهذا الإنسان من ذلك شيء، ومع ذلك يحب أن ينتحل، ويحب من الناس أن يثنوا عليه، وهو من ذلك بريء، ليس له من هذه الألقاب شيء. فأشبه أن ينطبق عليه حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، لم يعطى، ليس له هذا اللقب، ليست له هذه الصفة، بل ينتحلها، يدعيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلابس ثوب زور، لأنه زور كذب، ينتحل الكذب، يصف نفسه بالكذب، ويريد من الناس أن يصفوه بالكذب، بل من الناس من يعادي ويوالي. إذا لم تقل لي وتعترف بسؤددي، بأني سيد، بأني فلان، بأني جنرال، بأني كورنيل، بأني فلان، بأني دكتور،
بأني طبيب. إذا لم تعترف بلقبي هذا فأنا أعاديك في الله، فأنا أتبرأ منك إلى الله. يا رجل تبني الولاء والبراء على أي شيء؟ على الكذب والتزوير؟ لا ينبغي. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. فقال: السيد الله. بل منا من يمدح الكفار والمنافقين والفساق بأفضل الألقاب، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال للمنافق سيد، لا تقول للمنافق سيد، فإن الله هو السيد. نعم، تقول للكافر سيد وللمنافق سيد، ونبينا محمد يقول: السيد الله. لا ينبغي، لا ينبغي. لماذا؟ لماذا نهت الشريعة في الأصل التمادح؟ لأن التمادح يؤدي إلى مفسدة عظيمة، وهي مفسدة العجب، ويترتب على العجب الكبر. ومن كان في قلبه مثقال حبة من كبر لا يدخل الجنة. أن يعجب الإنسان بنفسه، أن يعتقد في نفسه ما ليس فيه، بسبب التمادح، بسبب تبادل الثناء الباطل، لا ينبغي. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن ابن ماجه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والتمادح فإنه الذبح. التمادح إنه الذبح. هلك، هلك لصاحبي، قد قطعت عنق صاحبك. لا ينبغي. لم يرضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن يجاوز الحد في الثناء عليه. وفي الصحيحين من حديث عمر أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، حيث ادعوا فيه الألوهية. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، عيسى ابن مريم. فقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله. ليس هناك ثناء أحسن من الثناء الذي أثنى به ربه تبارك وتعالى، أثنى عليه بالرسالة، وأثنى عليه بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده في أعلى المقامات وصفه بصفة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فقولوا عبد الله ورسوله. لم يكن يعرف العجب ولا الفخر ولا التفاخر صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان في حياته كلها متواضعا، وأرشد أمته إلى التواضع. فإياكم والثناء، إياكم والتزكيات الباطلة، إياكم والتمادح في الوجوه، فإن حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عنه. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تعلموا ما يختم له. رأيت رجلا من الناس بأنه زاهد، رأيته وهو مجاهد، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، رأيته وهو شجاع، رأيته وهو كثير العبادة. نعم، لكن هل تعلم بما يختم له؟ لا تقل حتى تعلم ما يختم له. كم من الناس كان كثير العبادة وزاهدا ومجاهدا في الله، ومع ذلك ساءت خاتمته ومات على سيرة لا يحسد عليها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تعلموا ما يختم له. لا نعلم من الناس إلا الظواهر، والظواهر مبنية على البواطن،
فإياكم وما نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.